الإسلامبولي علينا أن نترحم عليه الآن هو وإخوانه جميعا وأن نذكرهم في هذا اليوم المبارك، وهو كان ملكا للأمة كلها وليس ملكا للصعيد وحده، وإن كنا نحب الصعيد وأهله ونرى ونحب أهل الصعيد، أنا أحبهم كثيرا ونرجو لهم أيضا السلامة، يعني من أن يرفع وضعهم الاجتماعي من الفقر ومن البطالة ومن التهميش. لابد من أن يكون الصعيد، وإحنا حاطين كده في البرنامج أن الصعيد ومناطق الدلتا والمناطق المهمشة والمناطق العشوائيات يجب أن تكون في قلب اهتمام أي سياسي مصري قادم. أنا بقوله سواء كان علي السلمي أو سواء كان ببلاوي أو غيره، مصر محتاجة لحكومة تنحاز للفقراء قولة واحدة، تنحاز للمهمشين، تنحاز للمناطق المحرومة، تنحاز للمواطن المصري في أن يكون لديه مياه نقية، أن يكون لديه خدمات صحية تليق به في المستشفيات وفي غيره، أن يكون لديه طريقا معبدا يمشي إليه، أن يكون لديه تعليم لأولاده، أن يكون لديه أمن على مستقبله. ده الجوهر اللي احنا بنشتغل عليه. احنا اصلا كما قال اخي طلال اليوم في الجزيرة مباشر، من احزاب الفقراء، من احزاب الفقراء، لا ما عندناش حد بينفق علينا، احنا ننفق على هذا المشروع من جيوبنا ومن اموال اولادنا، ونحن مؤمنون ان ذلك ثمرة نستثمرها كجهاد في سبيل الله. وفي ناس حاولت انها تعرض او تعمل، لكننا نريد ان نبقى مستقلين، لا يفرض علينا أحدا قولا ولا أمرا، وتبقى تبرعاتنا ويبقى نضالنا ويبقى جهادنا، نحن هو الأساس في قيام مثل هذا، في قيام هذا الحزب إن شاء الله تعالى. يعني اليوم كان يوما طبعا صعبا من أوله إلى آخره، وإذا كنا يعني أسأنا لبعض الإخوة أو لم نحسن التقدير أو أي شيء، فنرجو منهم أن يصفحوا، يعني يسامحونا يقدموا الصفحة، فاصفح الصفحة الجميل واصبر الصبر الجميل. وأنا أقول للإخوة دائما، الصفح والسماح والصبر الجميل هذه مسألة مهمة جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.